بسم الله حالي هوانك النبي وحي لأمرهي لابد مسألة عامة هاي بارك إني نبرا رجنبان يالغا ياما وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هوانك النبي خاصك معها هوانك ودنبا لشيغي فلا تخضعنا بالقول واسد وكالو هوان ودنبا لشيغي هوانك النبي هذا الكوها كله لكن هو عام إننا حالي برارتين باصورة قلق. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات أفرطا إياشان إلى آيات كنتن يأفر سورة الأحزاب. الله سبحانه وتعالى آيات إن ودن بيس وحي هيد هو الذي يصلي عليكم الله والله إذن كن صلي إذن حريستا وملائكتون وإذين حريصان ليخرجكم من الظلمات إلى النور سيشكك إيا مقدقة إيا جهلك اللي إذين كساره ونور الإيمان أدقوا بحضان قيامها مركي اللي تقنى تحييتهم يوم الغيون والسلام مركي قيامها اللي تقو دادك الدحيس وحي اسكو السلام المؤمنين تا ملائكتو وحي كو السلام إيا الله وحي كو السلام والسلام الله سبحانه وتعالى أجري وين هالكاس أقود دياري الله وحوليه يا أيها النبي نبقي شرفت لها يوم إنا أنه أرسلناك وأنك دري شاهدا حال أدمر خاتيتها وتوحيدك الله أدمر خاتيتها ومدى هذا إنا تقال سيسي أدمر خاتيتها ومبشرا بشارية حالاتها عدي كل رعضة ومؤمنين والنذيرا دقنين بحياتها عدي عسيان لتمادة والداعيا أدوه يري صدتك إلى الله إلى توحيد الله إلى توحيدك بإذنه ألا أمر كيس الله صدق هو أمر سيي وسراجا افتيمياتها افتيمية سراج منيرا أو افتيمية وبشروا بشارع المؤمنين مؤمنين بأن اللهم إنه أصبنا ذي من الله ألا حقيسها فضلا فضل كبيرا نوي وهو الجنة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الله صفوين أوليه وماشن إنه أقول شيئا شاهدا على توحيد الله شاهدا لأمته أمديس أمر خاتكي أمديه كلي أنبيديه كلي كوريسب أمر خاتكي مبشر بشارية عدي مؤمنين غطا دقنين بحية عدي عسى الله تمادة داعيا إلى الله دعوة أحق الله لا إله إلا الله وضدك أقول باقية الله أنا أمر كاسي وسراجا منيرا سراج باتها سراج واحد نلقى نفتي موي منيرا نفتي وسراج كخار عن نفتي مبادة الله باتنا مؤمنين تروح أقول بشارسة فضل وين إن إليهم عبد الله بن عمر بن عاص يعني ويدية وحولي صفاتي النبي مكاشين عبد الله بن عمر كان دينة توريد بوحكا يخيني مكاشين صفاتي النبي توريد نعم بوير شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بيدي وسراجا منيرا لا كان سخافا يعني سغيها كمبوقه فضلا ولا قديل معها كوادق وقلفسا معها ومديسنا صفاتي الواسدة مكا النبي صفاتي سيوحن كمتاي كتبه هراء قرين نبي مقعيه سنة وحاكمه ده أحمد محمد الماحي الحاشر مقعيه سيكمته إلى شن مقع أو سيدا سوكلا مركا نبي سيفدي ساغ أدبئ في عنتها وإن سيدا تهينا أرهم إنوه هنا عقيلين يا أيها النبي نبي شرفت لها يوم إنا أنك أرسلناك وانك الدخري شاهدا حالاته مرخاتي على توحيد الله بعد مرخاتك تهي الله مرخاتي أتهي وحد مرخاتي وتهي أمد عدد مرخاتي كل نغن ومبشرا بشارياتهي لمن آمن بك عندك الرعادة والنذيرا لمن عصاك قفكك عاسيا واد أدقي وداعيا وحد أقب باطي ذاتك إلى الله إلى توحيد الله وحدانيتي باد أقب باطي بإذنه بأمره إساق أمر كيسا سلا سلاك أمري وسراجا حالات افتين تهي سراج فينوس منيرا نوليبا وحفتي مني نبي الله محمد وسراجه حق بذاتك أو افتي مني وبشروا بشاره المؤمنين المؤمنين بأن اللهم إنه أصبنا ذي أقوب بشاره من الله ألا حقيسا فضل فضل كبير نوين الله حول ولا تدع الكافرين نبي الله محمد قال ذها أدعنها كتل غادا يو المنافقين المنافقين ودع كتك أداهم دبك هذا إسكدا يوحبها كأر قذنني دبك يكوها يام فراها كغادو إسكدا وتوكل تلصارو على الله الله تلصارو الله باك عقفلا عدك صور دبك كل الربط وكفى بالله الله باك عقفلا وكيلا مسؤول أهان الله باك عقفلا سبحانه وتعالى نبي الله محمد مرهرا وين صومرتين
قال هي منافق منها الله تشن هكذا لا قادم إن قلنا سيد وخلينا النهاية هذه قال هذه دليل سيد حشوه وحي الدنيا كصاب سنة باعية وحها ولا كلا إبسن لكن وحدين كصاب سنة أما فكرات كصاب سنة أنا رغم كصاب سنة قال هي منافق لقت لا قادم ماي ثلاثة ذوي حنتها قوة هذا يوح قرن إسلام كي قادم لهاي ولا تضيعها أذيعين وهيالين الكافرين قالوا ذي والمنافقين منافقين ته ودع كتك أذاهم دب كذا كتك وحبها دباته وجيسني وتوكلت لسارو على الله الله تلسارو وكفى بالله الله باكفل وكيلا تلسار هذا يقول يا محمد الجهاد باللسان وحق منافقين ته منافقين ته يد الجهاد حقك عنك لو ما أمر النبي قال ما أمر الجهاد حقك عنك markii ay saxaabadii ilaahay aan layno wuxuu yiri aniga la idhi maayo maxamed asaabti sibulay ila kuwan waxa uu muuqdaan asxaab nabi markii jihad bil lisan mooyaan munaafiqiinta jihad bil yadi iyag la tabsiin maayo ya ayuhal ladina ku aamanu mu'min ubayo idan nakahtum markaa guursatan nikahsatan al mu'minati qablaha mu'minatka thumma dallaqtumuhunna at surtan min qabli an tamassuhunna inta taabateen kohor fama lakum idin kuma sugna عليهن قبلها دشوا من عدة واحدة تاسو تعتدونها هذه عدة ترين إنسان فمتحوهن الرحية والصحي سيا وسرحوهن سيدايا سراح سيدين جميلا وراكسا حكم كان لنا صهر دقي قبله مركز نكاح ستان قرآن كو انت بدل نكاح وحا لا استعمالها عقد يوضي بها لا استعمالها وقدم بها لكن ما يسوي عقدك اليوم مركز قبله مهر ستان إذن كو aan taabanin aad furtaan tii u raaxayo sahayseeyo idan ma laha idan tirsan way marka aayadan aayadii baqareedahay min qabli an tamassuhunna hadaad furtaan idinku taabatin waqad faratum lahunna fariidatan ma taasi ahay idinku meherki u magacaabay oo idan taabane hadaad furtaan nisu meher beelay meeshan marka ma kala soocna in meherki loo magacaabo in loo magacaabo marka aayadaas la doonanay gabadhi ninki markuu meheshaday isagoon taabanin hadduu furo hadduu meher u magacaabay kala badbay heli hadduuna meher u magacaabina deesahay u buseen saay u buseen deeyada mufawidda ay mufawidda leeyda marka waxa la yiri culimo badan waxay leeyihiin hadduuna taaban hadduu nin gabadha guri la galo daaha si daayo una taabaninna sidii isagoo taabtay oo kale yey noqon haddii la aamini may ila waxa suuragal inay taabteen hadii intu guriga la galo una taabanin oo yiraahdo ma taabanin gabadha daahina uu sii daayay in badan ba lama joogine cida way leedahay gabadhaasi meherkoodu kaamilana way leedahay yaa ayuha alladina amanu dadka mu'miniinta sharafta lahu idan nakahtum markaa guursan nikahsataan almu'minati qablaha mu'minatka thumma dallaqtumuhunna at furtan min qabli an tamassuhunna inta taabateen kohor inta idan taabanin way min qabli an tamassuhunna inta idan taabanin fama lakum idin kuma sugna alayhinna qablaha dushooda min iddatin وعدة ترسعة تاسو تعتدونها آذو عدة لنيسان فمتعوهن قرح أيها الصحي سيئة هدينا مهلك أمك عابد وسرحوهن سيدا يسراح سيدا جميلا ونفسا قبضا لقد دنت أيضا لطابن زوج كذير دنت يو عدة ذو كامل اكترسا أفر بلود يتبنى بين يأيض ترسا عدة النوع عاسي وتعبد بالليل عدة انطلاقه وهبسينه إني أورك هذا المكشري إنك الله حبسنا يا عدة الطلاق عدة ذاك قفك جبرد الله قد انتهي وتعبد وياي مرك جبرد يد الله طابنا هدول إنك قد انتو أفر بالهدي تمنه بين بيت السنة يا أيها النبي النبي شرفت لهاي إن أنا وأحللنا لك وأنفوا حلالين أزواجك حاسس كادي الله تي قبله آتيت أسيس أجورهن مهر كود أسيسين oo gabdhaha aad qabtaa wama shayna waan ku xalaalay in malaa'ikad ay milkiday yamiinu kamidigtaadu ay milkiday oo adoomaha oo min maati kamida afa allahu allahu ku soo riday aleeka dushaad u gaalada kaaga soo riday iyo banati ammika adeerka gabdhihiisa banati ammaatika ee doojinka gabdhahooda wa banati khaalika abtiga gabdhihiisa wa banati khaalatika habaryaraha gabdhahooda allah tii gabdhihi بنت عمي بنت خالبة هجرنا هجرودي معك معاك هجرودي أو يعني معاك هجرودي ويكل السعودين ما هو ويكل بحيل وأكو هجرودي كوكو صاحل
يوم مرأة قفت مره مؤمنة مؤمنة إن وهبت هديسي سو نفسها نفت هذا للنبي النبي هديسي سوي والنبي وان كويس سيجيت لا قبل بدن ما يسيجي النبي واسقار ممركو جورسنا يو إن أراد النبي النبي هدو ضانه أي سكحها إنه مهرسده خالصة حالة كوجار تهلك أديها من دول المؤمنين مؤمنين تغير كون قبل النفط هذا إساسي سي النفط هذا إسكاسي سي مهر الآن إن أتكو جورسته أديك خاص كو تهوي المؤمنين تقول ما قبل مركن النبي محمد وحلاليه هاي وحلو حلاليه قبله هوريت قبتي أو فرح بدنا أو وحي عاد مهر كورسي سي وحي عضوماء قبله أبتغاد دلي أدير كار دلي إدلاء دشاوريتا مركا عمكا إيا خال لما جمعينين عمكا أمباليك خالك كو هبرياريه إدوين كان ولا جمعين مركا واسكا عام أدير كا واسكا عام بايسكا نقن دونتا قبله كله جلودي وي قبلها عاد قرابات تيني كله جلودي إيه جلد كوي يعني معك أدير كرا عماها ماشا كوي من مركز جلد كوي من إيا قبله إسكاسي إسا gabadhi iskaasiyo tii ayaa rasuul leeyahay waan ku iskaasiyay waasa goob marto mid ay guursanayo markuu doono isagu inuu guursado marka gabadhaas isasiisay ee meher laanta uu ku meherseenaya nabigu nabiga khaas u tahay muuminiinta kale laba qaba aayadanba waxay noo iman doonta nabiga ma guursan kartid intan ka ma furi kartid ma bedeli kartid marka waynu sugeynaynaa insha Allah markan meesha ugu tagno yaan sugeynayn marka gabadhi ahayd umuhani bintu abi talib oo nabiga ilmaadeer ruma ay ahaayeen markii ma kala furtay yuu yimi waxay yidhi aan ku guursado waxay tiri caruur badan baa leeyahay bay tiri markaas ay aayadani soo dagsay markaas ay tiri aanu xalaal ba kuumi iyo ay tiri maxay yeli kulumay jiroonin iyadu dulqaa quraysh bay ahay markii ma kala qabsaday dadkii islaamka qaatay bay ahay mid kale gabadha la yiraahdo Aisha waxay tiri waxaan la yaabi jiray bay tiri oo ka xanaaq jiray markay gabadhii inta timaado ay tiri nabiga waan ku sisaasay soo maxishoot markay nin isu soo bandhigayso way ka qiiroon jirtay ma ogtahay marka aayada dambeynu sharaxeeda ku dareynaa insha Allah ta'ala ya ayuha nabiyyu nabiga sharaf kala hayo inna anagu ahlalna laka waxaan ku xalaalaynay azwaajaka haasaskaagi allati haasaski aateeyta aad siisay ujuurahunna ujradooda meherkooda aad siisay iyo wama shayna waan ku xalaalaynay malakad ay milkada yamiinu ka mid igtaado oo adoomaha ومما كي كميدا أفا الله ألا كو سوء علي عليك دوش هذا من الكفار كاك سوء علي إيو بنات عمك أذير كاك قبله إيسا وبنات عماتك إيدوين كاك قبله هذا وبنات خالك أبتقى قبله إيسا وبنات خالاتك هوريرها قبله هذا الله تي قبله قرابة أهاية كل قدبة هجر معك كله جلوده يو إسلام كواهو رقاتين إيو مرأة قفض مره مؤمنة مؤمنة إن وهبت هذا يسيسه نفسها نفس هذا اللي النبي هذا يسيسه وأن كل شيء سيئته هذا واسقار من مركوك مهرسنا يو إن أراد النبي النبي هذا دونه أن يستنكحها إنه جوش هذا دونه خالصة حالة إجار كوتا إلا كأدق مسألة أضم بيساي من دون المؤمنين مؤمنين تماي مركن النبي هو إن كيسو وكأن الله إنه شان يتمن بو مهرسنا صدح يتمن بولا أقل قالي كوي توم باي سوقي من سجال مركا عيد اللي شو دقيس سجال بهاي مركا وين كون النبي يقول سيد اللي حبا بالمثل قريش هاي خديجة بنت قويلدي حفصة بن عمري عائشة بنت أبي بكر سيدي أم سلمة قبل دفع بني مخزوم والنكيل ما بتقع هاي لقيت دي لي أم حبيبة بنت سفيان لحداس يا هاين وحي لحداس يا هاين أم حبيبة أم سلمة إيوه يا عائشة يا حفصة يا خديجة يا أم سلمة يا أم حبيبة هذو اللي حباها قريش اللي حباها لما قبلوا إنه مهرسينين ويشيرة لما قبلوا إنه مهرسينينه قبلي صفية بنت حيي الهارونية بركي خيبر لقصوا قبصدي وقورسدي يا قبلي ميمونة بنت الحارث الهلالية ومصطلق حديث دقالك مصطلق لقصوا قبصدي لما دبا xornimadoodii buu meher uga dhigay uu xoreeyay uuna meherteed xornimadii meher uga dhigay marka nabiga sidaas sharciyaas loo sameeyay allah wuxuu leeyahay qad calimna tan u dambaysa adigay ku gaartahay inaad adigoon xoolo siinin aad mehersato gabadhii ku isasiisa qad calimna waan ognahay buu allah yiri ma faradna
وحن كواجب يلي عليهم على المؤمنين في أزواجهم في حق أزواجهم هوين كود حق هذا يوم شيء ملكة ذي ملكة إيمانهم من دكتور وين أجنها يعني أنا جا أقول حكم كود يجوان الشيء جوي مؤمنين تتنقل ما قبان وحي هوين كود وجود بون يا أضامه هذا سيد وسي كل شيء يقول هاي حقي يا شرعي ولا عديوه قد علمنا وين أجنها يبود الله ما فرضنا وحن كواجبنا عليهم على المؤمنين في أزواجهم هوين كود حق هذا يوم شيء ملكة ذي ملكة إيمانهم من دكتور ما أدق السيدة اللقوقو يلو انتا اللقوقو فالصحي لكي لا يكون سيونا أو أهانين عليك دوشاد حرج عريض سيونا دوشاد أهاني وحريده وحاوين كافرها بنا اللقوقو فالصحي أو تيكو إسا سيسا أدقور سنيسو سيان عريض كودل سارانين وفالصحوتاهي أم بيدي هرانا السيدة أم بيهان شرين لكي لا يكون سيونا أو أهانين عليك دوشاد حرج عريض وكان الله ألا نوحو أهاني غفورا كيدافا رحيما وأن حريسوه wixii muuminiinta kula jooga qalbigooda soo gala ee fikradaha soo gasha Allah baa ugu dhaafay turji waa dibdigi oo waa iska fogeyn manta shaaw gabadha doonto minuun haween kamida watu wi waa dumi ilayka xagaaga manta shaaw qofka doonto iyo waman gabadhi ibta qayta aad doontay oo miman gabdhihi kamida cajalta aad iska fogeysa markii hore falaajuna aleek dambi midna ba ka basar markana waxay markay gabdhuhu ay nabiga ku yidhaahdeen deegaashin ka noo badiyo umarkii dambe nabigu bil buka dhaartay inuu u tagayn marka waxa nabiga si guud amad loogu siiyay oo fasax loogu siiyay gabadhu doonay inuu iska joog halka dhigi doono goorta doonaan ku imanay tuu doonana u soo dhaweysan doono hata gabadhu markii hore fogaayay inuu u yeedho gurigeeda tago iyo heli kara marka waa fasax buu nabigu u yahay haddana ma cadaalika uu qismayn jiray nabigu xaqooda uu soo rajiyay isagoo fasax loo siiyay gabadhu doonana inuu halka ku joojiyo tuu doonana gurigeeda tago isagoo fasax loo siiyay haddana maalin walba habeen walba gabadheeda waqtigeedii uu tagi jiray gabadhu maalin iyo habeen waxa ay leedahay haday saddex iyo maalmo saddex habeen leedahay dadka haweenka faraha badan leh maalin maalin iyo habeen inay ka dhigan ba fiican maalin maalin iyo habeen inay ka dhigan ba fiican laakiin haduu ruuxu laba iyo meelaha qabo bidiiba saddex inuu ka dhigo yaa wanaagsan marka nabiga isagoo fasax loo siiyay haweenkiisa uu qismayn jirayo uu caadilnimo samayn jirayo marka markaad haweenka loo caadilnimo samaynayo oo dadka laga soo qaado waxa weeye gabadha habeenkeedii iyo maalinteeda ta kale inuu soo bariidiyo mooyaan gurigeeda ma fadhiisanay inuu soo bariidiyo hajjoog hadaan daruur jirino jiri iyo wax jirin waa sidaa weey marka gabdhuhu way fasixi karaan oo ninkood wax idhi karaan xalaal baa tahay gabadha doonto u tago meesha doonto bay idhi karaan sawda bintu zamca markay ka yaabtay inuu nabiga furo islaam weyn bay ahayd yay tiri anuu maalintaydii habeenkay caashaan siiyay ku tiri nabiga kaleysa salaatu wasalaam turji waa dibdigi kartaa manta shaa u gabadha doonto u tagideeda iyo u yeedashadeeda waa dibdigi kartaa oo minuna haweenka kamena watu wi waa soo dhaweynaysa waa soo dumaysa ilayka xagaaga manta shaa u qofka doonto waman gabadha waa soo dhaweyn kartaa ibta qayta aad dalabto oo miman gabadha kamida azalta aad dheereysay fala junaaha dambi aleeka dushaada ma hadaad gabadha dib dhigso gabadh kale soo dhaweyso wax dhibaato kuma haysato dalika inaad sida yeesho adigu khiyaar leedahay ya adna ugu dhaw anta qarra inay qabowsato ayunuhun indhahooday farxaan walaa yahzanna ayna murugoonin oo yardayna ay raali ka noqdaan bimaaki aataytahunna aad siisay kulluhunna dhammaantood ay raali ka noqdaan wallaahu allana yaclamu wuxuu og yahay baa fi quluubikum waxa qalbigiina ku jira alla waa og yahay wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman kii og xaliiman oo dulqaad leh meesha waxaa la leeyahay gabdhihii waxaa fasax lagu siiyey gabdhuhu haddii gabadh waliba maalin iyo habeen dhowranayso way xanaaq haddii maalinta iyo habeenka ay weydo nabiga fasax ma la siiyo sidaad doontaad yeeli kartaa ma la yidhi dabaal bay ku qabaan markii inuu yimaado wax cuqdada ma qabaan way iska faraxsan yihiin goortuu yimaado bay arkayaan laakiin haday maalin ku leedahay ka dhowranayso diway walbaarsanta hadduu dhilac mar muxuu caawa ku maqlaa sidaas oo kale yaa soo galay laakiin markii ay ogaadaan in nabiga khiyaad la siiyay gabadh waliba de ilaahay ku keeno bay dhay intaa bay awal ku qabtaa waa sidaa way warab ma fi qulubikum tan waxa way markii loo qismeeyo badankaaga aad u qismeeyo gabadh waliba waqtigeeda u tagto waxa jacaylka qalbiga ku jira lama simi karo way ka looma simi karo nabi ilaahay maxamed inta haweenkiisa u qismeeyo u cadilma sameeyo yuu dhihi ilaahay anu taan baan xukumi karaaye
قلب جايجا إلى شدي سهاي الحكومة مرك عايش هو آذو شعلة إيا قبله هو آذو شعلة بيكمله هاي الله وحليه هاي ذلك صدا أخياد البسيجي يا أدنى أقوله أنت قرر إني قبوسته عينهن إن هذا فرحان أي أبالك قبل مرك هذا تماده ولا يحزن أين مرجونن أو يرضين أي ثال كنقدان بما أتيتهن واحد سيسي كلهن دمانتوا أي ثال كنقدان كلهن إذا سؤاتيت دفاع الكذا يي يا أتقين إسا والله الله يعلم في أجيه ما في قلوبكم قلبي إنه وحكتلو حاجة شعائك أمسي مكرتانوي وكان الله الله وحده عليما كي وحو البؤ حليما الطلقات لا يحل حلال وما أهلك أذجا من بعده كواه ركد كواه قبت كد ولا أن تبدل إنا تبدشنا حلال ما أهبهن قبلها من زواج الحساس كلينا تبدشوا ولو عجبك هذا كياب جلسوا حسنهن قروح ضادي إلا ما شيء مي ملكة أي ملك يمينك أضمها يج أنت أضنته يتكلم كرتها وكان الله الله وحوا هذا على كل شيء شيء لك كل رقيبا كي إلى ليه شيء والب الله بإلى لنا يوم وفير سنة يوم وأيضا أن يشيء إنه العلماء أنت بدأ محيليهن أيضا أيضا هرا نستخدم ومر كي تنقل هذا بك قد ما يسه مر كي تنقل هذا الجسد الدجي وصدى النبي الجيل يا تاهر الجسد الدجي تين صور دفن الجسد الدجي marka waa kay ummu salaama lahayd nabigu madimanin isagoo haweenku wada fasaxayeen mooye madiman waa kay ummu salaama lahayd marka aayadan taasana saxdabeen ilaahay qul yuhi ilayhin man nasakhina aayadan qudheedu waa muhkam waxa looga jeeda haweenka hore ee lagu fasaxay waxaan ahayn makeeni kartid marka nasaaradii iyo yahuudi iyo kuwaas ay baheen marka taa waa lagu xubbaday way nasaxday ku daa لا يحل حلال ما هلك أديك النساء وهاوينكم من بعد كواه ركدي ولا أنت بدل إنا تبدشنا حلال ما هبيهن هاوينكم من الزواج حاسس إنا تكون بدو إنت هذا متفرطة بتكلم إيش هذه كأنتو ولو عجبك هابك ياب قال يسحش إنه قروح ضادي إلا ما ملك يمينك ميدك تاد وحي هنا تيو ملك يمين تيده حد ملك ملك يمين تحد ملك وكان الله الله هو هذا على كل شيء سيلر كل رقيبا كي إلى ليه marka waa sidaasaynu ku deeyneynaayo aayadan aayada horaan saxday oo xadiidkii baa ahaa saxiixa ila nabiga wax walba loo fasaxay adduunka kama tagin ya ayuha alladina amanu dadka muuminiinta ah la tadkhulu hagalina buyutan nabiyyi nabiga gurihiisa hagalina ila ayudana lakum illa idin idnam moye ila daami fashinna la idin idro ghayri nadirina kuwa sugi ghayrkood xaalatiin inahu bislaatkiisa oo intaad meelaha yar taagnaataan markuu bislaadkiisu dhaw yahay aad dalag iska tiraahdaan walakin idaa duciitu markii la idin yeero fadkhuluga faydaa daacintu markaa qoodataan oo cuntaan fanta shiruu kala firna wala musaanisiina hadiis kuwa sheekay weheshan ha ahanina wala musaanisiida waxay ku cadfantahay qeyra naadiriin inaahu kuwa bislaadkiisa sugi ha ahanina wala musaanisiina hadiis sheekada kuwa macaansana ha ahanina in dalikum kaasi kaanu waxa ay yidhi nabiga kii dibi fayasahay minkum wiin ka xisho nabigu oo idilama hadli kara de wallahu allana la yasahay kama xishoodo oo ma qariyo min alhaqi haqa waxay ahayd Zainab bintu Jahshi markuu nabigu aroostay ya waxa la keenay oo ta dadka de iska masaakiinta meelahaas iska taagnaan markii faashinka nabigu u bislaaday ay isleeyeen yey iska galayaan markaas ay iska aroon markii Zainab la aroosay ya dad badan waliimadii loogu yeelay markuu dad badan waliimadii loogu yeelay yi qaar kood sheekadii iska sii haysteen iska fadhiyeen meeshii lay kala tagaan la rabay markaa nabiga intuu hinqaday sidii wax fiic oo kale si ay u kacaan way dareemi waayeen way iska baxay marka qayb ba baxday saddex nin ba meeshii ku soo hadhay muddu nabigu meelaha soo meedmeeray reerkiisii kala soo baridiyay markii dambe ya yi baraarugeen saddexdo sheekadii iska macaansan way baxeen markaas uu nabi gurigi galay wuxuu yiri Anas bin Malik waan ka daba galayo markaas daahib u shiidayo inaan gudaha galo waa la ii diiday marka xijaabkii ba markaas soo dagay xijaabkii guriyaha ah xijaabkii dharka ah ma aha kii guriyaha ah haweenka aan guriga loo galeen ya markaas soo dagay waxa Umar bin Khaddab yiri marka saddex baan alla ka waafaqay buu musallaka yeesha maqaamu Ibrahim markuu Umar bin Khaddab soo jeediyay
يا ميسن كعلى الدين عيد مقام إبراهيم يا الله برك على اللقطه ما كده وافق الله دمايو يتخذون مسلم من مقام إبراهيم مدة كلام كوافق وحجابك وحول يا رسول الله فاجر إيه ضد بدن بكوس وقال إيه هوين كاج حجابك أمر سيد بين قطه وكوال سوداني آياتي كلا عند الله كنا مؤمنا إلهي وحول يدين كبدلك وآياتي سورة التحريم هدول يدين فروح وحول يدين كبدلي سيداس umar ba ku yiri markii hore ayadi ba sidii lafteedii ku soo dhex marka meesha waxa la leeyahay dadkiyo guriyaha nabiga ha gelina in la idin idno oo la idin yeero raashin la idin ku yeero mooyay idinkoo aan raashinka bislaadkiisa sugeynin oo intaad meelaha taagnaataan raashinku marku bislaadkiisa aan ku soo aadinayn sheekadana aan macaansanayn inuu meesha iska fadhiyeen marka cuntada cuntaan kala firdha maxay yelee nabigu wuu ka xishoonaya iga kacayn wiida wuu ka xishoon allaana xaqa uu cadeeyaa kama xishooda allaa uu cadeeyaa xaqa subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تأهوا لا تدخلوها قلنا بيوت النبي نبيك قريه سهقلنا إلا أن يذن لكم إلا إذن إذنموا إلا دعامك هاشنا لإذن كو إذنموا أولي إذن كو يارو مويان هقلنا غير الناظرين كوسوك غير كود حالاتين إناه بسلات كيس راجنك وطب ميلاها إسير تاكتاك تاملكو بسلاته قريك دلقها دهينا ولكن إذا دعيتم مرك إلا إذن يارو فادخلوا قلنا فإذا دعنتم مركات قوضتان وحنتان فانتشروا كلياعة وكالفردة ولا مستانسين لحديث ها أهاننا ولا مستانسين لحديث شاكذا كوام عن سنة يوهي سنة ينا هان انتا اسكفر لنا كل شاكي سنة مستانسين وحكوا عطفانتا بينه غير الناظرين إنا إذنكم بسلات كيسة سوين ولا مستانسين لحديث شاكذا كوهي سنة آنهين إن ذلك مكاسي إلى نبيك قولي سكبح ويدان أما إذا لا قولي قيسة صوق الشان ولا مستانسين لحديث إن ذلكم أرنتاس وقال نبيك قولي قيسة مركات مادان أيضا بحين يذين نبي النبي قول لبي فيسعي منكم وإذا كحشون ودور إغب بحين يراه وكحشون يا نبي والله ألن الله يستحي كما حشوه دوه مقاريه من الحق حق مقاريه الله ما سائد كشاك عليه حق شيء يا سائد كشاك وإذا سألتموهن هؤلاء كمركز وح سؤال إنسان مطاع عن ألاب فسألوهن كسؤال من وراء حجاب حجابك قداشيس وحجابك جوريك كانوا مركز قبل جوريك هذا شو كتاد وح سؤال إيشو دي بدك كويدي لكن قبلها حجابنا ده سوق وصوب حدا نصوب حسين واد واد وحواد واد ويدين كتايو وحي يعني آي مراده آي إليهن هذا سوق وح كرب تيو هذا ده وح ويدين لهيدين ده سوق ولا ود الشوكة marka la leeyahay ha u gelin min wadaa xijaab ka waydiye waxa markay guriga joogta laftiisa way gabadh gurigeedii joogta dalqa u dhin way waxa laga yaabaa inay wax kale si ka yihiin maradi ka kala daatan tahay ya suuragal wiida saaltumuhunna marka gabdhaha su'aalay isan mataacan alaab fasaluhunna su'aala min wadaa xijaabin xijaabka gadaashiisa ka su'aala hadda dadku haweenko dhana waa sida ogow ma aha haweenka nabiga kaliya khaas kuma aha ذلكم سؤاشا من وراء الحجاب أظهر الظاهر نبض لقلوبكم قلوبتين وقلوبهن إن دبده إسكت هكذا وحشك يمشى سوق المهاية يو قلب حمام مدينة سوق المهاية أو قبل دي قبل لقى صوت الله دعي أو لقى كريم إسوها يسر ما يسوي إسكت فرح سنتاع أدقون الروح مال شك إلى قلي هان ما يصير قلب جاه وفي يويا واحد بمال قلب جينا نظيفه يعني قلب جاه كسر دعه حاجة دمرني ما تيرته waxyada xageedana ku soo dhici ma jirto mid walba waa qalbi fayow yahay waa iska wanaagsan tihiin laalikum arinta xijaabka gadaasha laga waydiinayo ya adharu ka daahir nima badan liqulubikum qulubtiina uga daahir nima badan oo qalbigiina isagoo nadiif ah wax shaki iyo calool xumo midna soo galin yaad meesha ka tagaysaan iyo qulubina iyo qalbiga alkooda wama kana lakum idin masugna niman yahow oo idin ma banaana antuudu inaad dibtaan rasuulullaahi rasuul alle inaad dibtaan ولا أنت كحو إن جرستان إذن ما بنانا أزواجه وحاسس كيس من بعدي سجد دبدي أبدا دبدي إن جرستان إذن ما بنانا وحوي النبي إن دبتان إذن ما أولاها إذن ما صوبته هؤلاء كيس الدبدي ما جرسن كرتان بركة هذا الله ما بهاي هؤلاء كيس هو نال أوفري كوا من الجرسن بالي هاو كوا ولا جرسن بالي كوا إيس هو نال أوفري ولا جرسن بالي أمهات المؤمنين ما أكواس وما كان لكم إذن ما سجنا أن تودوا إنا دبتان رسول الله رسول الله وقولوا كل دبتان ووحيابا الله بحنين أد أجيه سيقولوا سكو سميسا وقولوا كبحي ويدان ولا أن تتعوين أد قرستان أولا إذين ماها أزواجه حاسس كيسا من بعده سجد بدي أبدا إن ذلكم أرن كاسي كان وحوء هذا عند الله ألاك تيس عظيم كيون
هنا دبتان نبيك الأكتيس ووحوين وي نبيك دبكيس واحد بدون إن ذلكم كاسي ونبيك أدب إيسانا كانوا خاضع عند الله الأكتيس عليما كيوين إن تبدو هذا موجسان شيئا شيء وقد أفكك كهذا شان أما قعمها كسم إيسان أو تخفوه أدقر إيسان فإن الله ألا كانوا وحوه هذا بكل شيء شيء الأرك كل عليما كيوين واحد قرين إيسان واحد ظاهرين إيسان إسكسبوا ألا أوقي هذا دفنون قلبك فوق رسان أما دفنون ظاهر رسان ويسقوا مثل الله سبحانه وتعالى قلبك إنه وحكوتنا يعني وحمانه قلبك إنه كتنا يوحفي عنه قلبك إنه كتنا ويسلم إجوه إن تبدو هذا موتشسان وظاهر رسان شيئا شيء أو تخفوه أدخل رسان فإن الله لكان وحوه هذا كل شيء شيء لك كل عليمك يقبوا هذا سبحانه وتعالى.